يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله هذا عهدنا من ذلك النور نور الهاشمي إن اتبعنا صراط المرتضى عنوان عز لفتح قادم إن اتبعنا علي من بعد خير البشر والغوث في نبضنا عجل أيام انتظر إن اتبعنا علي من بعد خير البشر والغوث في نبضنا عجل أيام إن انتظرناك وعدا يرتجى يحنو علينا بعطف دائم نشتاق ظلا إلى هي يرى من آل طه بعصر القائم إن انتظرناك وعدا يرتجى يحنو علينا بعطف دائم نشتاق ظلا إلهيا يرى من آل طه بعصر القائم إن اتبعنا علي من بعد خير البشر والغوث في نبضنا عجل أيام إن اتبعنا علي من بعد خير البشر والغوث في نبضنا عجل أيام إن انتظرناك وعدا يرتجى يحنو علينا بعطف دائم نشتاق ظلا إلهيا يرى من آل طه بعصر القائم إن اتبعنا علي من بعد خير البشر والغوث في نبضنا عجل أيام إن اتبعنا علي من بعد خير البشر والغوث في نبضنا عجل أيام عجل فأنت المرتجى يا ابن التلاوات يا يوسف.
يوسف الزهراء تدعوك المناجاة، نشتاق وصلا لك في درب العذابات، فابعث إلى من طيبك الأزكى كرامات، متى نراك باعثا في الأرض ثارات، متى نراك باعثا في الأرض ثارات، من أضلعي الزهراء تأتي الانتصارات، من أضلعي الزهراء تأتي الانتصارات. عجل فأنت المرتجع يا ابن التلاوات، يا يوسف الزهراء تدعوك المناجات، نشتاق وصلا لك في درب العذابات، فابعث لنا من طيبك الأزكى كرامات، متى نراك باعثا في الأرض ثارات، من أضلعي الزهراء تأتي الانتصارات، من ذلك المحراب تنهال النهايات، من ذلك المحراب تنهال النهايات، تحرر الدنيا بقول السبط هيهات، تحرر الدنيا بقول السبط هيهات. فلقد تجدد غوثنا إنا لمقدمك الفدا، لنراك قرة أعين وصداك يمتلك المدى، بعلي تنشئ دولة عظما يسيرها الهدى، وتعيد فيها كرامة نزفت على أيدي العدا. فلقد تجدد غوثنا إنا لمقدمك الفدا، لنراك قرة أعين وصداك يمتلك المدى، بعلي تنشئ دولة عظما يسيرها الهدى، وتعيد فيها كرامة نزفت على أيدي العدا، نزفت على يا السفر يتعب.